وصلنا رشا لآخر فقراتنا لليوم. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة مزاولة الصرافة دون ترخيص أو نقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج من جهة أخرى. يا رشا، أكيد ليلى، وضمن اليوم محطتنا القانونية رح نكون بقراءة للمرسومين الخامس والسادس لعام 2024، ورح نتناقش بأهم البنود. وضيفنا لليوم هو المحامي الأستاذ حسني صوفان. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك أستاذ. خلينا بداية نعطي لمحة عن المرسوم ككل. المرسوم رقم 5 هو المرسوم اللي نص على منع التعامل بغير الليرة السورية. خلينا نقول أنه جاء بنص المرسوم أنه مع مراعاة القوانين الخاصة التي تسمح بالتعامل بغير الليرة السورية وقوانين أو أنظمة القطع النافذة تمام، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لسداد أو للدفعات أو لأي نوع من أنواع التبادل التجاري أيا يكن، أو كوسيلة للسداد النقدي تمام. وأيضا يمنع عرض البضائع والسلع والمنتجات بغير الليرة السورية، طبعا باستثناء الموافقات اللي بتكون صادرة من رئاسة مجلس الوزراء. طبعا المرسوم حدد أنه هي في إلى عقوبة، يعني جرم التعامل بغير الليرة السورية حدد له عقوبة. طبعا وفصل مجموعة من العقوبات وأيضا غرامة. هلأ الجدير بالذكر، خلينا نفصل اليوم شو هي العقوبة المتعلقة بهذا الجرم وشو هي الغرامة وإيمت بتسقط العقوبة؟ هل في حالات ممكن تسقط فيها؟ طبعا هلأ هو القانون الحقيقة أنه حدد بين 3 أصناف، يعني عطى خلينا نقول أنه مسمى أنه قديش قيمة التعامل حددها مشان يكون في شوي يعني تفصيل لناحية أنه إذا اليوم تعامل الواحد بمبلغ بسيط هل هو يعاقب مثل اللي تعامل بمبلغ ضخم؟ فحدد 3 فئات، فكانت العقوبة بالحبس من 1 إلى 3 سنوات لمن يتعامل بقيمة تقل عن 10,000 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي أيا يكن أو المعادن الثمينة. ثم بعدين حدد أنه بين كل تعامل بيكون بين 10,000 ولا يزيد عن 50,000 حددهم كمان بالسجن المؤقت، أعطاها عقوبة السجن المؤقت. طبعا تحدد القيمة بالعملات الثانية بما يعادل القيمة ب10,000 ل50,000 دولار. كمان ثالثا كل شيء بيزيد عن 50,000 فحددها بكمان السجن المؤقت على ألا تقل عن 7 سنوات. إضافة لهي بالحالات الثلاثة أيضا كمان نص على وجوب تغريم الشخص بضعفي قيمة التعامل أو الشيء المسدد، يعني الدفعات المسددة كعقوبة كمان إضافية للأمر للحالات تمام. بالنسبة للتسوية للمدعى عليهم كيف بيتحدد اليوم المبلغ قبل صدور الحكم القضائي وأيضا بعده؟ هلأ الحقيقة المرسوم نص بمادة بالمواد تبعيته ضمن فقرتين. الفقرة الأولى قال أنه خلال مرحلة التقاضي قبل صدور الحكم النهائي يحق لصاحب يعني المدعى عليه أن يتقدم بتسوية. الجهة الناظرة للتسوية هي القضاء المختص الناظر بالدعوة. يتم التسوية ويتم تقديرها من القضاء المختص. يتم التسوية بقيمة تماثل قيمة التعامل، يتم سدادها. نتيجة هذا السداد وإنجاز التسوية يعفى، يسقط الحق العام ويعفى من التعويض المدني. هي في حال كانت التسوية قبل صدور حكم قضائي. في حال صدر الحكم القضائي فأيضا
يستفيد من التسوية وتسقط عنه العقوبة المانعة للحرية بعد أن يقوم بسداد الغرامات والتعويضات المنصوص عليها بالحكم وتسديد الالتزامات. فحددت ما قبل صدور الحكم وما بعد. وبالحالتين في حال تم التسوية. في فروقات أستاذ بين الحالتين؟ ما قبل صدور الحكم ما قبل الصدور هي بصراحة هي ما قبل صدور الحكم بدك تسددي قيمة المبالغ المتعامل فيها، شو اللي تم ضبطه بالوثائق أو تم ضبطه بشكل فعلي تسدد هي القيمة هي ذاتها. لاحقا لصدور الحكم بيتم التسديد بحسب قرار الحكم اللي صادر، بدك تسددي الالتزامات والتعويضات والغرامات المنصوص عليها بحكم القضائي، ومن ثم يتم اسقاط يسقط عن الشخص العقوبة المانعة للحرية، يعني السجن اللي كان محكوم فيه او الحبس السجن المحكوم. رح نروح للعقوبات وسؤال اخر، ولكن خليني اسالك اليوم عن الاشخاص اللي بيروحوا لتجميع العملة الغير سورية او مزاولة هي المهنة بدون ترخيص، ضمن اليوم المرسوم اللي صدر كيف يتم العقوبة؟ هلا نحن اليوم خلينا نضلنا شوي بس مميزين بين المرسوم رقم 5 اللي جاء نص واضح وصريح وتم إلغاء المرسوم 54 لعام 2013 والمعدل بالقانون 3 للعام 2020 والذي نص عن منع التعامل بغير الليرة السورية. تمام، منع التعامل بغير الليرة السورية لا يعني أن هذا المنع لا يعني أنه حيازة العملات الأجنبية أو القطع الأجنبي أو المعادن الثقيلة مثل الذهب وغيره لا يعني أنه هذا الشيء ممنوع قانونا أو ولكن ضمن غير مجرم ولكن أن يقوم شخص بنقل هذه الأموال لخارج البلد عن طريق حوالات من دون أن يكون صاحب ترخيص أو أن يقوم بصرفه بينه وبين أشخاص خذ كذا أعطيني هي، فالتصريف أو نقل الأموال خارج القطر أيضا جاء مرسوم السيد الرئيس رقم 6 لعام 2024 واللي صادر ب 20/1 من يومين لمنع عفوا للتشدد بالعقوبة على هذه الجرائم. طبعا التشدد هون للأثر السلبي الكبير اللي بيأثر على الاقتصاد وعلى العملة الوطنية، هي من يعني كحماية للاقتصاد وللعملة لابد من تنويه على يعني او يكون فيها شدة للعقوبة حتى نمنع حالات الحوالات الخارجية اللي عم تتم بشكل غير مرخص. طبعا يجوز الحوالات الخارجية ومسموح فيها ولكن ضمن الأطر القانونية أو الأماكن المحددة والمرخصة أصولا، والمبالغ حتى يعني وحتى ضمن مبالغ ضمن حدود ضمن يعني تفاصيل معينة محددة ضمن الترخيص فبتكون مرخصة. ففي أشخاص مرخص لهم مصرافة تروحي لعندهم بتصرفي المصاري كيف بتمشي، في اشخاص او مؤسسات طبعا مصرح لهم الحوالات عن طريق شركات الحوالات المنتشره ولهي، ولكن الظاهره اللي حصلت انه صار في اشخاص ما معهم التراخيص وليس لهم الاهل او حتى ما في يعني ما لهم. هلا دائما الترخيص بيعطي مصداقيه حتى للمتعامل، صح، اريحيه يعني اليوم واريحيه ان الشركه الفلانيه بتكون الانظمه محددت لها مبالغ معينه لابد من ايداعهم حتى يكون في ضمان انه هذا الشخص معروف من مين عم باخذهم لمين عم سلمهم. اليوم الحالات اللي نحن شفناها ضمن المحاكم كانت اشخاص بس بيتصل تليفون بيلاقيه بقرنه بياخذ مصاريف بيعطي مصاريف. انا اليوم ما في حالات كثير متواجده اليوم والله اكيد في حالات هن بالنهايه عم يقعوا ضحيه النصب والاحتيال. ودائما نحن بنقول اليوم المرسوم والقانون وضع لحمايه المواطن، لكن نحن بحاجه للالتزام اكثر. نعم، والتنويه على اهميه هي المراسيم لانه بالنهايه انعكاسها بيكون باثر ايجابي على الاقتصاد وعلى التنميه بالبلد يعني. فمن ضمنها مثل ما تفضلتي الاهم هي حمايه المواطن. احيانا اليوم بيتم ايداع مبلغ مثلا عند اشخاص غير مرخص لهم، تمام، بيقع الواحد باخطاء او بيقع مثلا لو افترضنا شخص قام بالتصريف عن شخص ما له مرخص والتقى فيه لمره واحده، طب هذا الشخص اذا اكتشف انه الشيء اللي هو حاصل عليه او كذا مزور او فيه اي اشكال شو الجهه اللي بده يلجا لها؟ ما هو ما بيعرف ولا اي جهه اليوم تماماً. الصمت فهي احيانا بيروحوا خلينا نقول زياده بسعر الصرف من جهه اخرى يعني. نعم.
لهيك بيلجأوا لهذا الطرف وكمان بيقعوا في ضحية الغصب والاحتيال. يعني مهما كانت الفروقات أو ما صحيح شابه صحيح، هي فروقات بسيطة أصبحت عم يوضع نفسه الواحد تحت ريسك مخاطرة ممكن تكون أكبر بكثير من تمام. نعم. استاذ ذكرت انه في عقوبات بشان الاشخاص اللي بيقوموا بتصريف وتحويل الاموال للخارج دون ترخيص، لكن خلينا نفصل ونحكي شو هي العقوبات. هلا حقيقه هي العقوبات بالمرسوم السابق 24 لعام 2006 كانت تم تشديدها بالمرسوم الحالي اللي صادر من سيد الرئيس، مرسوم رقم 6 اللي نحن عم نتحدث عنه اليوم، مرسوم 6 لعام 2024. المرسوم نص على تشديد العقوبة حتى تصبح السجن المؤقت من 5 سنوات حتى 15 عاما، هي أولا، إضافة للغرامة بثلاثة أضعاف القيمة للأموال المضبوطة أو اللي ضبطت ضمن الوثائق أو التعاملات، إضافة كمان على ألا تقل هذه الغرامة عن 25 مليون ليرة سوري. فاليوم أصبح في تشدد من ناحية العقوبة للصرافة أو الحوالات الخارجية دون ترخيص. اليوم ممكن حدا يفهم أنه اليوم الصرافة بشكل عام أو الحوالة الخارجية ممنوعة، لا هي ممنوعة إذا كان الشخص غير مرخص له القيام بهذا العمل، أما إذا كانت مؤسسة مرخصة أصولا واضعة الضمانات اللازمة عم تلتزم بالأنظمة والقوانين فمسموح هذا. صحيح، ونحن بالنهاية يعني هذه الإجراءات العشوائية عم تكون ضرر بالنهاية على الليرة السورية، يعني نحن نعم اليوم طبعاً بحاجة لهذا الدعم لرفع سوية الليرة السورية. صحيح. أساس خلينا نروح للحالات اللي ما بجوز فيها إخلاءات السبيل. الحقيقة بالمرسومين الصادرين كان في نص مادة صريح أنه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم التعامل بغير الليرة السورية، طبعا بالمرسوم رقم 5 وردت، ولا يجوز إخلاء السبيل بالصرافة غير المرخصة أو الحوالات الخارجية غير المرخصة. معناها ثلاث أصناف الثلاثة شدد فيهم حتى يكون رادع لعدم ارتكاب مثل هذه الأفعال. طيب أستاذ، بتشوف من خلال نظرتك القانونية اليوم، نحن دائما معرف أنه نحن ننتظر أي مرسوم وإن كان بدعم الليرة بحسن الاقتصاد الوطني للبلد، اليوم بالنظرة القانونية هدول المراسيم كيف مفروض يكونوا إيجابيا على الاقتصاد أو الليرة؟ مؤكد دائما أي شيء منظم بيدعو للثقة، بيعطي أريحية، يعني الوضوح خلينا نسميه، هو التنظيم يؤدي لوضوح الإجراءات وتحديد المسارات الواجب اتباعها. وأي تاجر أو مستثمر لما يكون الأمور واضحة بالنسبة له، هذا ممنوع هذا مسموح، هي المعايير اللي لازم أنت تمشي من خلالها، بتأدي لأريحية بالتعامل، وخاصة المستثمر أو التاجر يكون عنده أريحية لما تكون واضح له ما هو المسموح وما هو الشيء الممنوع تماما، وحتى يوجد آلية معينة تمام من خلال هي المراسيم عم تأوجد له أول شيء، عم تعطيه الوضوح للمسارات أو تمام شو حقوقه شو هو واجباته، حتى كمان هو يكون عنده آلية واضحة لعمله، يصير فيها انسيابية معينة، يصير في أريحية بالتعاطي، وهذا الشيء أكيد بنشط العمل والتجارة والاقتصاد. وأي حدا ممكن اليوم على سبيل المثال بيكون في تجار مثلا مو عرفانين أنا هدول حيازتهم ممنوع صحيح مسموح شو أعمل تمام. هلأ اليوم لما يكون واضح المرسوم مثل المرسوم اللي صادر حاليا من سيد الرئيس، أوضح هي التفاصيل كاملة، حدد وبشكل قطعي مثل ما بيقولوا أنه شو الشيء المسموح وشو الشيء الممنوع وشو هي الآلية الصحيحة وشو الشيء اللي بيكون معاقب عليه التاجر. اليوم التاجر رح يسلك هذا الطريق مرة مرتين ثلاثة، رح يصير بالنسبة له صار في روتين معين عم يؤدي لأول شيء بيضمن حقوقه، ثاني شيء بيضمن أنه ما يتعرض للمساءلة القانونية، ثالثا أكيد هذا المرسوم سبقوا مراسيم عدة وأكيد رح يكون في مراسيم لاحقة لحتى توجد له حلول لكل الشيء اللي الأشياء اللي هي متعلقة بسير عملية الاقتصادية، من إجازات الاستيراد للتصدير لآليتها لآلية تمويل هي المستوردات، يعني الآلية كاملة خلينا نشوفها، لأن اليوم أنه ننظر للموضوع بالتحديد فممكن الواحد ما يشوف تفاصيل كاملة،
لما بينظر لمجموعة المراسيم اللي صادرة سابقا وهي المرسوم الحالي بيشوف انه صار فيها آلية متكاملة حتى يكون في سهولة ومرونة لاستقطاب طبعا المستثمر اللي ابن البلد اللي طلع برات البلد يرجع يستثمر او لاستقطاب حتى المستثمرين الاجانب او اللي حابين يستثمروا بالبلد عم نوجد لهم عم يتم ايجاد من خلال المراسيم السيد الرئيس آلية منظمة للعمل. متكاملة تمام أكيد للعمل. يعني ضمن هذا الشيء اللي عم يصير يعني أستاذ حسني شكرا لحضورك اليوم وهي إجراءات بسيطة يمكن بتكفل حق المواطن ويعرف واجبه مثل ما قلتي أفاق جديدة بموضوع الاقتصاد إن شاء الله هيك يا رب كل المراسم القادمة تحمل الخير لسوريا الحبيبة شكرا لك ولحضورك اليوم إن شاء الله شكرا لك أستاذ وشكرا لحضورك معنا